السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشباب صافا، لاباس عليكم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا بخير وبألف خير إن شاء الله. إذا كما كتشوفوا معنا بعد هاد التمارة هادي وهاد العذاب الكحل وسط البيوضة تاع التلج اللي دوزناه تقريبا في واحد 3 أيام ولا 4 أيام ديال التمارة باش نصوبوا هاد الإيكلو ديال التلج. شاركت معكم النتيجة ديال النهائية وقلت لكم راه أسويفغ جاية حلقات أخرى إن شاء الله باش ندير شي حاجه ما احسن، ولكن قدر الله ما شاء فعل. النتيجه اللي غتشوفوا دابا معايا هي هادي، طاحت الشتاء، تزادت الحراره بزاف، طلعت ل 5 دوغري. هادشي اللي عطى الله هو هذا، ما عندنا ما نديرو. فوالا قلنا زعما راه برد الحال، صوبنا الايكلو تاع الثلج، سبحان الله دغيا طلعت الحراره، طلعت ل 5 دوغري 6 دوغري، طاحت الشتاء والإقلو ديالنا هو كيدوب. سبحان الله، ما مكتاب شيء، ولاني ما نفقدوش الامل، باقي ان شاء الله الثلج غيجي في شهر، في شهر واحد ونعاود نبنيو ان شاء الله. ولا هذا مكتاب ليه، مازال يبقى حي وما دابش كاملو، بقى شاد بعدا غير الفورم ديالو، اي واحد اليومين ولا 3 ايام وطاح الثلج عاوتاني وبردات القديره مزيان. نتمنوا الخير، نتمنوا الخير. هذا ما كان، كنت معول اليوم هاد الليله هادي عندي فيها روبو، كنت معول بين ندوز فيه الليل اليوم بين ندير فيه شي شيوه شي شوايه شي لعيبه. ايوا تسا ما كتب شي، جات الشتاء نخلفوها مره اخرى. هذا ما كان، وكما العاده الناس الجداد اللي يلاه كيشاهدوا القناه يشتركوا يوركوا على زر الجرس باش يوصلهم كل جديد، والناس القدام تنشكركم بزاف على الدعم ديالكم للقناه، وما تنسونوش بالتعليقات ديالكم وباللايك وشكر جديد وفرجة ممتعة.